بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي مع منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني، ونحن في نهايات هذا المشوار الجميل وهذه الرحلة الجميلة. نحن اليوم مع المحور الرابع، المحور الأخير، مسؤولياتي تجاه نفسي وعالمي، وكذلك مع الموضوع الأخير في هذا المحور الرابع، موضوع دعوة للأمانة. ونحن أيضا مع آخر نموذج من نماذج التعبير الكتابي مع كتابة مقال إقناعي. الأهداف التي سنسعى إلى تحقيقها اليوم إن شاء الله هي أن نحلل تركيب التعبير الكتابي المقال الإقناعي، ونتعرف مكوناته وكيف يكتب، ونكتب بالفعل مقالا إقناعيا ونوضح أسبابه المقنعة مستخدمين التخطيط المجهز له، ونخطط لكتابتنا باختيار فكرة مركزية للكتابة حولها، ونحدد مجموعة من الفكر الفرعية. كذلك سنحاول أن نظهر قواعد اللغة ونستخدمها عند الكتابة، ونكتب جملا كاملة ونرتب فكرنا في الكتابة. مرة أخرى، ونحن نكتب المقال الإقناعي علينا أن نراعي عناصره وتسلسل فكره، ونراجع ما نكتبه لندعمه ونصوب ما به من أخطاء وجدت، وفي النهاية سنقيم نصنا المكتوب أو مقالنا الإقناعي من حيث الشكل والأسلوب. هذه هي أهدافنا، وإن شاء الله سوف نستطيع أن نكتب مقالا إقناعيا في نهاية هذا الدرس إن شاء الله. بداية سنقدم لكم نموذجا لكتابة مقال إقناعي. في البداية سنقرأ هذا النموذج، ثم سنجيب عن أسئلة بعده لنحدد كيفية كتابته وعناصره كذلك. وقبل أن نبدأ، ربما أقول لكم كلمة صغيرة عن معنى كلمة المقال الإقناعي. فهو مقال الهدف منه أن نقنع القارئ بضرورة وأهمية فعل شيء ما، أو التحلي بخلق ما، أو التخلي عن خلق ما، مع ذكر الأدلة التي تساعدنا أو تساعد القارئ في الإقناع أو في أن يقتنع بما نحن نوجهه إليه. إذن مقال هدفه إقناع القارئ بشيء ما مع ذكر الأدلة التي تؤيد وتساعد في الإقناع. هذا هو المعنى بشكل مبسط. لنقرأ الآن هذا المقال الإقناعي. لنقرأ الآن العنوان. عنوان هذا المقال هو كن رفيقا. هذا هو المعنى أو الخلق الذي ندعو ونحاول أن نقنع القارئ به. يقول المقال إن من صفات البشر الرحمة مع المخلوقات كافة، ومن أهم تلك المخلوقات الحيوانات، فيجب النظر للحيوان على أنه جزء مهم ومفيد في حياة الإنسان، فهو يساعده على عمارة هذه الأرض واستمرارية الحياة عليها، فيتوجب علينا حماية حيواناتنا التي نمتلكها لما لها من فوائد وآثار تعود على الفرد والمجتمع. فأولا، الحيوان من المخلوقات التي تشارك البيئة التي نعيش فيها، وبالتالي حين يمرض الحيوان فقد يعرض ذلك حياة البشر للخطر وينقل الأمراض إليهم. ولذلك اهتمت الدول بدراسة علم الطب البيطري لحماية الإنسان من أمراض الحيوان وتحصين الحيوان ضد الأمراض والاهتمام بصحتها وعدم تعرضها للضرب أو القسوة. بقية هذا المقال الإقناعي. ثانيا، اقتناء الحيوانات الأليفة يؤثر على الفرد تأثيرا إيجابيا، فقد خلصت نتائج دراسة طبية حديثة إلى أن اقتناء الحيوانات الأليفة مفيد لصحة القلب، ويقلل التوتر، ويزيد من احترام الذات، ويجعل الأشخاص اجتماعيين أكثر. وأخيرا،
فهو يساعد على تقوية الجانب الإنساني لدى الناس لتحقيق التعايش بين الكائنات. فالإحسان للآخرين يمنح السعادة للمحسن ويقضي على النزعة العدوانية لدى بعضهم، فسعادة الفرد لا تكتمل إلا بسعادة الآخرين. فكن رفيقا، فما دخل الرفق في شيء إلا زانه وحلاه، وما نزع من شيء إلا شانه وقبحه. هذا هو المقال الإقناعي، يحتوي على المكونات جميعا التي يجب أن تكون موجودة. دعونا نتعرض للأسئلة لنتعرف على هذه المكونات. أولا العنوان، هل كان لهذا العنوان أو كان لهذا المقال عنوان؟ نعم، كان العنوان كن رفيقا. هذا أول عنصر مهم في كتابة المقال، أن يكون له عنوان. والعنوان كذلك يجب أن يكون جذابا، فكن رفيقا دعوة مهمة لخلق عظيم هو الرفق. إذا هذا هو الجزء الأول. هل أعجبك؟ هذا رأيك الشخصي، وبالتأكيد كلنا يتفق على أن هذا العنوان مهم ومعجب حقيقة، لأنه يدعو إلى خلق عظيم، خلق الرفق. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه قبحه. اكتب عنوانا آخر يجذب القارئ لقراءة المقال. اكتب ما تشاء، اقترح عنوانا آخر كما تحب. المهم أن يكون هذا العنوان جذابا للقارئ حتى يقبل على قراءة هذا المقال. انظر إليه واقترح ما تشاء من عناوين. ولكن كل هذه الأسئلة الثلاثة كلها تدور حول العنصر الأول من عناصر كتابة المقال الإقناعي، وهو العنوان. العنصر الثاني هو المقدمة. كيف بدأ الكاتب كتابته في هذا المقال الإقناعي ليجذب القارئ؟ هل كان بسؤال أم بجملة خبرية لو تذكرون؟ نعم، لقد كان بجملة خبرية، صحيح. لك ما تشاء، لك أن تبدأ بسؤال أو بجملة كما ترى وكما يوحي إليك الموضوع نفسه. المهم أن تكون البداية أو المقدمة جذابة. إذا أردنا أن نلخص ما احتوت عليه هذه المقدمة في كلمات، نقول: كان الحديث في هذه المقدمة عن خلق الرحمة، أو ربما نقول في بعض ما كان موجودا في هذه المقدمة كلام حول الحيوان ودوره في البيئة وفي المجتمع، أو يمكن أن نقول حماية الحيوانات. كل هذه الكلمات تعد تلخيصا لما ورد في هذه المقدمة. لكن هذان السؤالان واحد واثنين تحت رقم باء، كلاهما يتعلق بالعنصر الثاني من عناصر المقال الإقناعي، وهو المقدمة. إذا عنوان ومقدمة. الجزء الثالث والمهم جدا في كتابة المقال الإقناعي هو الأسباب وأدلة هذه الأسباب. نبدأ بالأسباب، فنقول: أوضح الكاتب أن الرفق بالحيوان مهم ومؤثر على الفرد والمجتمع، فاذكر الأسباب الثلاثة. مهم أن نذكر هذه الأسباب، وبعدها سنذكر الأدلة لهذه الأسباب، وهذا يعتبر صلب كتابة المقال الإقناعي وأهم جزء فيه. أولاً، تحدث الكاتب عن أن الحيوانات تشارك البيئة، تعيش معنا في بيئتنا، فأي خطر عليها يمثل خطرا على الإنسان. هذا هو السبب الأول الذي أورده. السبب الثاني لأهمية العناية والرفق بالحيوان، أن اقتناء الحيوانات يؤثر على صحة الإنسان إيجابيا. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث هو تقوية الجانب الإنساني لدى الإنسان. إذن هذه الأسباب الثلاثة هي التي ذكرها الكاتب
للرفق بالحيوان وأهميته في على الفرد والمجتمع. كانت هذه هي الأسباب، وهي أمر مهم جدا كي نقنع أحدا بشيء ما. الأمر المهم المتعلق بالأسباب هو الأدلة التي تكون مع كل سبب. وهناك كلمة مهمة ومعلومة مفيدة بالنسبة لكم جدا تتعلق بما يسمى الأدلة، هي أن الأدلة نوعان، نقلية وعقلية. ماذا تعني هذه الكلمة؟ كلمة نقلية وكلمة عقلية. الأدلة النقلية هي أدلة تنقلها أنت من مصدر ما، سواء كان من كتاب أو من دراسات أو أبحاث أو آراء علماء، ليس الكلام من عندك أنت. هذا معنى الدليل النقلي، أنت تنقله من مصدر ما. النوع الثاني من الأدلة هو الأدلة العقلية، وهي تعتمد على ذكائك ومعرفتك، وتكون من ذهنك أنت، من عقلك أنت، من عندك أنت. هذا هو الفرق بين النوعين من هذه الأدلة. وقد كانت الأدلة موجودة في المقال الذي ذكرناه، وكانت الأدلة النقلية في هذا المقال الذي قرأناه منذ قليل دليل الذي يقول: خلصت نتائج دراسة طبية حديثة إلى أن اقتناء الحيوانات الأليفة مفيد لصحة القلب. إذن بما أن هذا الدليل منقول من دراسة طبية، إذن هذا دليل نقلي، ليس من عند الشخص المتحدث نفسه، بل هو نقله من دراسة أو من كتاب أو من بحث أو من آراء العلماء. هذا هو الدليل النقلي الذي كان موجودا في المقال الإقناعي. الأدلة العقلية التي كانت موجودة في المقال الذي قرأناه منها أو هي: يمرض الحيوان أو مرض الحيوان يعرض حياة البشر للخطر وينقل الأمراض إليهم. هذا طبعا ليس منقولا، ولكنه من معرفة الشخص ومن ذكائه. والأمر الثاني: الإحسان للآخرين يمنح السعادة للمحسن ويقضي على النزعة العدوانية. هذا كذلك يعد دليلا عقليا لا نقليا، لأنك لم تنقله من مصدر ما. أخيرا العنصر الأخير، بعد أن ذكرنا العنوان والمقدمة والأسباب وأدلتها، أخيرا الخاتمة. اقرأ. طبعا في الخاتمة التي قرأناها هو أنهى كلامه بدعوة مرة أخرى إلى التمسك بالرفق وبالرحمة بالحيوان لأهمية ذلك على الفرد والمجتمع. اقرأ الخاتمة ثم فكر في خاتمة أخرى واكتبها. أيضا هذا أمر متروك لك، تفكر كما تحب وتكتب نهاية كما ترى. الآن بعد أن عرضنا لكم نموذجا وحللناه، الآن سنعرض نموذج كتابة مقال إقناعي، بأننا سنقدم لك العناصر أو المكونات أو المعلومات، وأنت ستكتب هذا المقال الإقناعي من خلال هذا التحليل التالي: القراءة وأهميتها للفرد والمجتمع. هذا عنوان المقال الإقناعي الذي سوف نكتبه. استخدم في كتابة هذا المقال بهذا العنوان، استخدم التحليل التالي. أولاً، هذه المقدمة بعد أن ذكرنا العنوان: تعد القراءة منذ القدم من أهم وسائل التعلم الإنساني، كذلك يكتسب بها الإنسان المعارف وتؤدي إلى التطوير. إذن كما ترون أمامكم، أمامنا عنوان وأمامنا مقدمة لهذا المقال. يبقى أن نتحدث عن الأسباب، ثلاثة أسباب وأدلتها. فهذا هو السبب الأول للاهتمام بالقراءة، أنها تجعل الإنسان أكثر قدرة على مواجهة الحياة، والدليل أنه كلما ازدادت معرفة الإنسان أصبح أكثر قدرة على مواجهة الحياة والصعاب من خلال استخدام معرفته المكتسبة من القراءة. كل المعلومات التي نأخذها من قراءاتنا تجعلنا أكثر قوة وقدرة على مواجهة الحياة. هذا هو الدليل على هذا السبب الأول. معنا سبب ثاني، وهو تحفيز العقل، تشجيع العقل،
والدليل أنه قد أثبتت الدراسات أن القراءة تحفز العقل وتحد من حدوث الأمراض العقلية وتنشط الدماغ وتزيد القدرة على التحليل. هذه كلها أدلة، وواضح أن هذا الدليل دليل نقلي لأنه منقول من الدراسات، يقول أثبتت الدراسات، إذن هذا دليل نقلي على هذا السبب الثاني المتعلق بتحفيز العقل. السبب الثالث أن القراءة هي السبيل الوحيد للإبداع وتكوين المبدعين والمفكرين والأدباء، والدليل قال عباس محمود العقاد، وواضح أننا طالما ذكرنا نصا من رأي أحد الكتاب أو الأدباء أو المفكرين أو العلماء فهذا أيضا دليل نقلي لا عقلي. يقول العقاد: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى هي أعمار العلماء والكتاب والمفكرين الذين يقرأ لهم الإنسان. إذن هذا هو السبب الثالث ودليله. الخاتمة: يمكن أن نقول إن لم نقرأ لن نجد سبيلا للتقدم والتطور، وبهذا نكون قد أكملنا مكونات المقال الإقناعي من عنوان ومقدمة ومن أسباب ثلاثة مع الدليل لكل سبب منها وأخيرا الخاتمة. إذن بعد أن تعرفنا المعلومات الموجودة أمامنا علينا أن نكتب هذا المقال الإقناعي. اكتب العنوان، اكتب المقدمة والأسباب وأدلة هذه الأسباب والخاتمة كما هي موجودة معك أو أمامك في الكتاب. الآن سنخطط لكتابة مقال إقناعي. تعد الأخلاق قاعدة أساسية لبناء المجتمعات. اكتب مقالا تقنع فيه الشباب بأهمية التحلي بالأخلاق الحميدة وآثارها على المجتمع، وسينشر مقالك في الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة بعدد كلمات يتراوح بين 50 و100 كلمة. هيا نخطط لها. أولا قبل أن نكتب هذا المقال، مقال عن الأخلاق وأنها أساس المجتمعات، علينا أولا أن نخطط وننظم فكرنا، وأول خطوة علينا أن نفعلها هي البحث عن معلومات بشأن هذا المقال، سواء كان البحث من خلال شبكة الإنترنت أو من المعلم أو من كتاب ما أو من أي مصدر تراه، المهم أن نبحث، وهذه مسألة مهمة أن نتعلم كيف نبحث عن المعلومات. وبعد البحث عن المعلومات علينا أن نخطط للأسباب ولأدلة الأسباب، سواء كانت هذه الأدلة نقلية أو عقلية. كما ذكرنا من قبل أن الأدلة نوعان، منها نقلي تنقله من مصدر ما، ومنها عقلي يعتمد على معرفتك وذكائك. هذه مسألة مهمة كما ذكرنا، أن نحدد الأسباب التي تجعل القارئ الذي يقرأ هذا المقال يقتنع بما تقول، فاكتب أسبابا ثلاثة واذكر الدليل على كل سبب من هذه الأسباب. والحقيقة موضوع مهم وسهل، مسألة الأخلاق وأنها بناء أساس بناء المجتمعات مسألة مهمة، ستجد فيها معلومات كثيرة في مصادر مختلفة. اكتب السبب ودليله، وعليك أن تكون مدركا أن هل الدليل الذي كتبته لكل سبب هو دليل نقلي أم دليل عقلي. هذه مسألة مهمة، وفي النهاية اكتب خاتمة، وبالتأكيد الخاتمة ستدعو فيها الناس إلى التحلي بالأخلاق وقيمة هذه الأخلاق في بناء المجتمعات. إذن مرة أخرى الآن بعد أن خططنا لكتابة هذا المقال جاء الوقت لنكتب هذا المقال الإقناعي. تعد مرة أخرى تعد الأخلاق قاعدة أساسية لبناء المجتمعات. اكتب مقالا تقنع فيه الشباب بأهمية التحلي بالأخلاق الحميدة وأثارها على المجتمع، وسينشر مقالك في الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة بعدد كلمات يتراوح بين 50 و100 كلمة. ولكن علينا أن نراعي عناصر المقال: العنوان الجذاب، المقدمة والخاتمة مع ذكر ثلاثة أسباب بالأدلة، واختيار المفردات والتنوع في تركيب الجمل والإملاء والخط السليمين.
هذه مسألة مهمة أن نراعي عناصر المقال كما ذكرنا. بعد أن تكتب مقالك الإقناعي عليك أن تختبر وتقيم أنت بنفسك أولا ما كتبته. بعد الكتابة علينا أن نقيم كتاباتنا بناء على هذه الأسئلة التي أمامنا، وهي موجود لديك في الكتاب أيضا. اقرأ السؤال سؤالا سؤالا وعد لما كتبت وتأكد من أنك نفذت المطلوب في كل سؤال. أجب عن هذه الأسئلة وأضف ما قد يكون ناقصا في كتابتك، صوب ما قد يكون غير صحيح. المهم عليك أن تعدل وتصوب وتوجه وتحسن من أدائك. فيما يتعلق بالمعيار الأول أصالة الفكر، هل التزمت بعدد الكلمات المطلوبة منك 50 إلى 100 كلمة؟ هل التزمت بعدد الأسباب والدليل على كل سبب؟ هناك ثلاثة أسباب مطلوبة ونكتب دليلا على كل سبب، ويفضل أن تكون الأدلة متنوعة، يعني ليس بالضرورة أو لا يجب أن تكون كلها نقلية ولا يجب أن تكون كلها عقلية، عليك أن تنوع. المعيار الثاني تسلسل الفكر، هل فكرك متسلسلة تسلسلا منطقيا حيث تبدأ بالمقدمة ثم الأسباب والأدلة ثم الخاتمة؟ وهل أسبابك مقنعة وموضحة بأدلة نقلية وعقلية؟ مهم جدا أن تكون الأسباب تقنع القارئ وتكون مدعومة بالأدلة سواء كانت نقلية أو عقلية. كذلك في تركيب الجمل، هل عناصر الجمل صحيحة؟ هل راعيت قواعد النحو سواء كان مبتدأ أو خبرا أو كانت جملة فعلية وهناك تنوع في الأفعال؟ كل هذا أمر مهم. كذلك في اختيار المفردات، هل اخترت مفردات واضحة تجذب القارئ ومناسبة كذلك للموضوع؟ وأخيرا الإملاء والخط، يجب أن يكونا صحيحين. علامة الترقيم، الكلمات مرسومة بشكل صحيح، حجم الخط، المسافة، كل هذه الأمور قد ذكرناها سابقا في جميع نماذج التعبير الكتابي. إذا انظر إلى هذه الأسئلة، اقرأ سؤالا سؤالا ثم عد إلى ما كتبت وصحح وصوب وأضف الناقص وعدل حتى تحسن من كتابتك. بعد أن تعدل عليك أن تعود لتكتب مرة ثانية، وبالتأكيد في المرة الثانية سيكون الأمر أفضل من المرة الأولى بعد أن تعدل بناء على الأسئلة التي ذكرناها منذ قليل. إذن اهتمامك بهذه الأسئلة وإكمال ما قد يكون ناقصا عندك سيفيد في الكتابة الثانية. هذه الكتابة الثانية التي ستكتبها أنت بعد أن صوبت لنفسك أنت، بعد هذه الكتابة الثانية سيأتي دور المعلم، هو الذي سيصوب لك التصويب النهائي. وبالتأكيد أنتم تعلمون أن المعلم يستند ويعتمد على بعض المعايير التي سيقيم بناء عليها كتابتك. هذه هي معايير تقييم الكتابة. هيا بنا نرى ما هي هذه المعايير بشكلها المتدرج التي سيستند إليها المعلم في تقييم كتابتك. أولاً المعيار الأول أصالة الفكر، وهو متدرج كما ترون، درجة أو درجتين أو ثلاثة أو أربعة. لننظر إلى أعلى درجة ممكنة ونحن بالتأكيد نسعى إليها، رقم أربعة. متى ستحصل أو متى سيعطيك المعلم الدرجة الكبرى، درجة أربعة، في أصالة الفكر؟ إذا التزمت بثلاثة من الأسباب المقنعة. إذا عليك أن تكتب ثلاثة أسباب بأدلتها، ثم التزم كذلك بعدد الكلمات من 50 كحد أدنى أو إلى 100 كحد أقصى. هذا هو الإطار الذي ستكتب في إطاره عدد الكلمات. إذا أنت كتبت ثلاثة أسباب بأدلتها والتزمت بعدد الكلمات، إذا ستحصل على أربع درجات. هذا هو المعيار الأول، وكلما كنت غير ملتزم بهذه المطلوبات، إذا سيقل الدرجة. إذا قلت الأسباب، إذا قلت عدد الكلمات، بالتأكيد ستحصل على درجة أقل. في المعيار الثاني تسلسل الفكر.
متى تحصل على أعلى درجة؟ إذا كانت لديك مقدمة مشوقة، جميلة، جذابة، وخاتمة مبتكرة، جديدة. وما بين المقدمة والخاتمة أنت قدمت فكرا متسلسلة ومنطقية، وبالتأكيد الفكر هنا ممثلة في الأسباب الثلاثة وأدلتها المنطقية والمقنعة كذلك. أما إذا لم تكتب مقدمة وخاتمة مناسبة تخدم الموضوع، أو لم يكن هناك تسلسل منطقي، وبالتأكيد ساعتها ستحصل على درجة أقل. هذان المعياران الأول والثاني من المعايير التي يستند إليها المعلم في تقييم كتابتك. متى تحصل على أعلى تقدير في هذا المعيار؟ إذا كانت جملك دائما صحيحة وليس بها أخطاء. ونحن في الحقيقة ذكرنا أكثر من مرة أن النحو لا ندرسه كمجرد نظريات أو قواعد نحفظها، لا، هدف القواعد هي أن نوظفها ونستخدمها في الكتابة وفي التحديث وفي الحديث أيضا، إذا في الشفوي وفي التحرير. إذا نحن التزمنا بما تعلمناه في النحو شفهيا وتحريريا، نكون ساعتها قد تعلمنا حقيقة. إذا كانت هناك أخطاء في التراكيب وفي النحو، بالتأكيد ستقل درجتك بحسب عدد الأخطاء. هذا هو المعيار الثالث. المعيار الرابع، اختيار المفردات. تحدثنا عن هذا الأمر مرارا، أنه يجب أن تكون المفردات مناسبة وتخدم الموضوع وتجذب القارئ في الوقت نفسه، وكذلك لا توجد بها أخطاء، مكتوبة بشكل صحيح. هذه هي الأمور المطلوبة في اختيار المفردات. نأتي إلى المعيار الأخير، وذكرنا أيضا مرارا قبل ذلك أن الإملاء والخط أمران مهمان في كتابة أي موضوع. ففي الإملاء والخط قلنا سابقا، إذا كان لديك خطأ واحد فسيغتفر لك وستأخذ الدرجة الكبرى. خطأ واحد، ولكن في بقية أو في الموضوع دائما ما تراعي الدقة في قواعد الإملاء وفي الترتيب والجمال والنظام والنظافة في الخط. هذه هي المعايير التي سيستند إليها المعلم عند يعني تقييم كتابتك وإعطائك درجة مناسبة في هذا المقال. هكذا نكون قد عرضنا لكم أولا نموذجا وحللناه، ثم أعطيناكم معلومات وأسباب ومقدمة وخاتمة لمقال إقلاعي محدد طلبنا منكم أن تكتبوه، وأخيرا طلبنا منكم أن تخططوا أولا لمقال إقناعي ثم تكتبوه، وكيف تقيمون كتابتكم وكيف تعدلون وكيف تصححون المسار حتى تصلوا إلى أفضل صورة ممكنة. وأقول مرة أخيرة في هذا الموضوع الأخير من التعبير الكتابي، أنه ليس الهدف هو أن تكون أعمالنا دون أخطاء تماما، المهم بالأساس هو أن نحسن من كتابتنا يوما بعد يوم. أخيرا قبل أن نختم لقاءنا اليوم، أنا أذكركم بأننا هذا نشاط منزلي، أذكركم فيه بنموذج آخر من نماذج الكتابة التعبيرية هي الإعلان. هذا نشاط لكم، عليكم أن تكتبوا إعلانا، وأنا أعطيكم الآن باستعانة بهذه البطاقات حتى تستطيعوا أن تكتبوا الإعلان. وأنا أذكركم بأنه يجب أن يكون هناك زمان، يكون هناك مكان معلن وموضوع الإعلان والفئة المستهدفة، وأن تكون هناك جملة تحفيزية تشجع الناس على الحضور. إذن معلن وموضوع الإعلان والمكان والزمان والفئة المستهدفة والجملة التحفيزية، عوروا إلى هذا الموضوع إلى في كتابكم حتى تتذكروا أكثر مكونات الإعلان. ولكن هذا نشاط منزلي لكم حتى نذكركم. وأنا أكرر أيضا كلمة أخرى مهمة،
هي أن الكتابة أن الكتابة التعبيرية هي هدف اللغة عموما. كيف نعبر شفهيا وتحريريا بشكل صحيح، هذا هو هدف اللغة بكل فروعها وبكل مهاراتها. إذا نحن حريصون على أن تتقنوا الكتابة التعبيرية بنماذجها المختلفة، وأدعو لكم بالتوفيق إن شاء الله في أيامكم وفي أعمالكم جميعا. شكرا لكم، كنت معكم فتح الباب الرشاد محمد، مع تمنيتنا بالتوفيق الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.